السيسي يواصل زيارته لألمانيا ويعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل. ومصرع 6 أشخاص بعد أمطار ورياح قوية تضرب إيطاليا. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في برلين وزير التعاون الاقتصادي والإلمائي الألماني جيرد مولر، وأعرب الرئيس عن التطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر في ظل ما تشهده مصر من تطورات إيجابية نتيجة للإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه واستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى. وخلال استقباله رالف ريشمان الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب لصناعة الأسمدة، أشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركة في مجال تصنيع الأسمدة، وذلك على ضوء تزايد الطلب المحلي والعالمي على منتجات الأسمدة. كذلك أكد الرئيس خلال لقائه مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية أن مصر خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار. نظمت الجمعية المصرية لخريج الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. حضر الاحتفالية السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كربتشينكو ورئيس مجلس دار الكتب والوثائق القومية هشام عزمي ممثلا لوزيرة الثقافة. وجاءت في إطار دعم العلاقات المصرية الروسية والتعاون المشترك بين الدولتين على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية. قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما قرر المجلس عقب اختتام دورته العادية 30 برام الله بحضور الرئيس محمود عباس، قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي على اعتبار ان المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة. ارتفع عدد القتلى بسبب سوء الاحوال الجوية في انحاء مختلفة من ايطاليا ليبلغ 6 أشخاص على الاقل. وافادت تقارير اعلامية بان الضحايا لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة جراء سقوط اشجار او اجسام عليهم بسبب قوة الرياح، فيما اصيب عشرات اخرون بجروح متفاوتة. في مدينة فينيسيا منعت السلطات السياحة من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية. ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة بليموث بدولة نيوزيلندا حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية. ولم ترد تقارير بعد عن تحذير من موجات مادة تسونامي أو أضرارا أو قتلى ومصابين جراء هذا الزلزال. كان هذا موجزا لآخر وأهم الأنباء. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.